فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن العمل شرط كمال للإيمان ويحتج بحديث البطاقة، يقول: ما الجواب عن استدلالهم؟ هذا ما يفهم حديث البطاقة. حديث البطاقة: إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات ولم يتمكن من العمل، هذا يغفر له ويقبل منه لأنه لم يتمكن من العمل، أسلم ولم يتمكن من العمل. أما الذي ترك العمل وهو يتمكن منه فهذا لا يعذر. نعم.